بليدة اللي يعرف يلعب خارج الديار وتكون عنده صعوبات كثيرة. شوف اللقطة هذه لقطة ومحاولة لصالح اتحاد بليدة، كاد يكون الهدف، كاد يكون الهدف أيمن في محاولة طويلة وبن عيادة، وراح يرجع وراح يبقى ويسجل الهدف، والهدف الأول لفريق نصر حسين داي. المخرجين حاجة رضوان وياسين سادات، والمحاولة شوف الفتحة كانت دقيقة من غازي في رأس دريفل على مرتين، الحارس واضح يعني يرجع الكرة، الكرة الثانية واللاعبين تاع البليدة ما عرفوش يسيروا الكرة الثانية، وين شفنا أنه اللاعب يعني عودة رجعت الكرة داخل 6 أمتار. محاولة لفريق نصر حسين داي، بتزويعة وتسديدة قوية لم يكن طبعا ينتظرها لا الدفاع ولا الحارس، واضح وفرحة كبيرة لدى الجمهور وأنصار نصر حسين داي. ها هو شوف ترويد بالصدر أخرى، نعم ترويد بالصدر وفي جهة يعني مغاير، أي في جهة يعني كروازي رائع لقزمي، وهكذا كما قال كرة عن طريق خلاف، خلاف يحاول دخول منطقة عمليات، يوزع في محاولة وضربة الجزاء بل إنداء، ضمن بطاقة صفراء للاعب لاعب نصر حسين داي. ماذا سيقول جيدا هنا الدريف اللي التقى البطاقة الصفراء والحمراء، لأنه كانت تلقى بطاقة صفراء قبلها، هذا كانت تلقى البطاقة الصفراء الأول. يبقى شوف الإعادة، لا هنا ما كانش ضرب الجزاء، يعني ضمن النور كان تمويه، كان تمويه من دريفل. شوف اللي عمل المش حتى أنه ما المش يسجل هدف من دون شك، راح المباراة راح تبعث من جديد. شوف هشام مليحة لفريق اتحاد بليدة دخول منطقة العمليات، وبوصوف ارتقى هنا بوصوف وأخرج هذه الكرة من أنس، كان الدفاع والحارس. محاولة أخرى كريم غازي، والحكم يعلن عن نهاية الشوط الثاني والمباراة، نعم بتفوق نصر.